يا دكتور، طالعتنا اليوم عمان أو جريدة عمان بمقابلة مع أحمد عوض مبارك، وقال أنه يأمل أن يقنع الأشقاء العمانيين الحوثي بوقف إطلاق النار. تجد أن وقف إطلاق النار بات متاحا أو قريبا مع الوساطة العمانية أو الفريق السلطاني العماني في صنعاء الذي ذهب إلى مقابلة الحوثي؟ نعم، حقيقة تابعنا خلال الأيام الماضية عن كثب المساعي العمانية والمساعي الأممية من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة. هناك مساعي عمانية حقيقة حثيثة، وهناك وفد رسمي عماني في صنعاء من أجل يعني التسريع في هذه العملية. الكل الآن ينشد في إيجاد حل وإيقاف هذه الحرب المدمرة. هناك مساعي حثيثة عمانية، نعم هناك يعني أيضا مساعي من قبل الحكومة الشرعية، نعم هناك أيضا الآن تولدت قناعة لدى الأطراف بأن هذه الحرب المدمرة لا فائدة منها. نسعى حقيقة ونتمنى حقيقة أن يستوعب الحوثيين هذه المنطلقات وهذه الدعوات، سواء كانت الدعوات الأممية أو الدعوات العمانية أيضا، أو حتى ما أفاد فيه بالأمس وزير الخارجية اليمني في سلطنة عمان، في عمان أقصد. وبالتالي الكل الآن يتطلع لإيجاد حل ولحلحلة هذا الملف الذي طال حقيقة انتظاره. الآن الشعب اليمني كما يعرف العالم يعاني منذ أكثر من 6 سنوات من هذه الحرب ومن تبعاتها في جميع المجالات، لا نريد أن نعددها. نتمنى حقيقة أن تكون المساعي العمانية في محلها، وأن أيضا تكون مساعي ناجحة. الآن الكل يضغط نحو إيجاد حل، وأيضا يعني فتح مطار صنعاء وميناء الحديدية، وأيضا العودة إلى المفاوضات التي يناشد الجميع فيها. تابعنا أيضا البيان، بيان الخارجية الأمريكية، والذي حمل الحوثيين تبعات هذه الحرب وعدم التوصل إلى حل لوقف هذه الحرب التي يتأثر فيها في المقام الأول الإنسان اليمني في المجموع. نعم، الوزير الخارجي أشار إلى 4 عناصر، وهي وقف إطلاق النار، فتح مطار صنعاء، فتح ميناء الحديدة، والعودة إلى المشاورات وفق المرجعيات. هل تجد أن ما يطرح الآن أو في تحت الطاولة هذه العناصر 4 فقط، أو ربما تسوية الحل النهائي قد تكون أيضا مطروحة عبر الأمريكيين وأيضا عبر العمانيين؟ أخي العزيز، يعني مطالب ليست جديدة، هذه مطالب قديمة أيضا تقدم فيها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية منذ فترة، ولكن لاقت هذه المطالب رفض من الجماعة الحوثية. وبالتالي الآن أيضا كما لهذا الطرف مطالب، هناك مطالب أخرى لدى الحوثيين. نتمنى حقيقة من يعني من المساعي العمانية والمساعي أيضا التي بذلها وزير الخارجية السعودي خلال الشهرين الماضيين، والمساعي الأممية التي بذلت، والزيارات أيضا التي تمت لصنعاء ولمسقط وللرياض، نتمنى حقيقة أن تتفهم كل الأطراف. الآن الخاسر الوحيد هو الإنسان اليمني الشقيق، الخاسر الوحيد هي اليمن. الصراع الآن استمر وسوف يتعدى 6 سنوات، لأين نحن ذاهبون في هذا الصراع الذي أعتبره شخصيا صراعا يعني غير عقلاني؟ نتمنى حقيقة أن يتفهم الحوثيين هذه المطالب، وأيضا المطالب الأخرى التي صدرت عن جهات سياسية أيضا ربما تكون يعني متابعة، وربما تكون أيضا مسؤولة عن هذا الملف الذي طال انتظاره. نعم دكتور، هل هناك مؤشرات لدى الأوساط العمانية بأن الحوثي قد يقبل بالمبادرة الأممية الآن، أم ربما ما زال الحوثي مطالب؟ لا مجال حقيقة. نحن لدينا الآن، أنا أكلمك كمتابع سياسي، لا مجال الآن إلا القبول بهذه. نحن نتفهم عندما تبدأ أو تنتهي هذه المشاكل سواء كانت العسكرية أو السياسية، وهذه الملفات تكون سقوف المطالب ربما تكون عالية، ولن نتفهم هذا الشيء. ولكن الجلوس على الطاولة، تدخل الأطراف المحايدة، تدخل الأطراف النزيهة أيضا في هذه المساعي، أعتقد بأن الأمور ستذهب
إلى إيجابيات في هذا الحل. أنا أقول لك كشخص يعني متابع لهذا الملف منذ أكثر من 4 5 سنوات، لدي إحساس حقيقي وأتمنى أن يكون هذا الإحساس، لا توجد لدي معلومات يعني نعم رسمية مؤكدة، ولكن أتمنى شخصيا أن يتفهم جماعة الحوثي هذه المطالب، ويتفهم أيضا الحوثي مطالب اليمن واليمنيين أيضا، ونجلس على الطاولة والكل يعني يذهب فيما يذهب إليه، وبالتالي لا توجد حرب، لا توجد يعني حرب ستستمر إلى النهاية، ولا توجد أيضا معضلة سياسية أو غير سياسية تستمر إلى نهاية. جميع هذه القضايا عندما يتم الجلوس والتفاهم وأيضا تقديم مصالح الدولة وتقديم مصالح الوطن وتقديم مصالح الإنسان، لا أعتقد بأن هناك مشكلة لحل هذه المشكلة. هذه المشكلة اليمنية ما كانت ستتوصل إلى ما تم التوصل إليه لولا التدخلات الخارجية. التدخلات الخارجية أيضا يجب أن تكف عن اليمن وعن أهل اليمن. اليمنيين قادرين على أن يحلوا مشاكلهم بأنفسهم فقط. هذه التدخلات السياسية من خارج الأطر اليمني ربما هي الآن يعني هي من أشعلت هذه الحرب، وهي أيضا من يعني نعم ولدت الضغينة وولدت أيضا عدم التفاهم فيما يجب الوصول إليه لإيجاد يمن سعيد يحتضن أبنائه وبناته.